اربح أكثر من 2000 دولار شهرياً على المستوى المتوسط. تأكد من مراجعة فرانسيس كوركور لمزيد من المعلومات حول هذه النصائح. نقيس هنا كيفية كسب 2000 دولار شهرياً على المستوى المتوسط. كل هذا يعتمد على الرياضيات البسيطة. تأكد من حساب عدد المقالات التي يجب أن تسعى جاهدة لكتابتها لتحقيق هدف الدخل الشهري الخاص بك. فيما يلي مخطط يجب اتباعه لكسب 2000 دولار شهرياً على ميديم. انشر 100 مقالة واحصل على 20 دولاراً لكل منها في ذلك الشهر. انشر 200 مقالة واحصل على 10 دولارات لكل منها في ذلك الشهر. انشر 500 مقالة واحصل على 4 دولارات لكل منها في ذلك الشهر. انشر 1000 مقالة واحصل على 2 دولار لكل منها في ذلك الشهر. استناداً إلى قوانين مضاعفة النتائج، عندما يكون لديك المزيد من المقالات، ستكون أكثر استعداداً لتجاوز النتيجة التي تريدها، وذلك لأنه مع وجود عدد كبير من المتابعين، إحصائياً، ستحقق مقالاتك أرباحاً أكبر بكثير. لذلك يجب أن تكون الخطة هي زيادة متابعتك من خلال مشاركة مقالاتك عبر فيسبوك وما إلى ذلك. ثم قم بإقران ذلك بكتابة العدد المستهدف من المقالات، أي 100 أو 200 أو 500 أو 1000. أعلم أنه يمكنك كتابة 3 صفحات في 30 يوماً. لقد فعلت ذلك بنفسي، وشاهدت إحصائيات عن العديد من الكتاب الآخرين يفعلون ذلك أيضاً. إذا كنت تريد أن تكسب 10,000 شهرياً و 120,000 سنوياً، 100 مقالة واحصل على 100 دولار لكل منها في ذلك الشهر. انشر 200 مقالة واحصل على 50 دولاراً لكل منها في ذلك الشهر. انشر 500 مقالة واحصل على 20 دولاراً لكل منها في ذلك الشهر. انشر 1000 مقالة واحصل على 10 دولارات لكل منها في ذلك الشهر. انشر 1500 مقالة واحصل على 6.6 دولار لكل منها في ذلك الشهر. الكمية تضاعف الدخل، ويمكنك مضاعفة ذلك من خلال الحصول على المزيد من المتابعين. نعلم جميعاً أن متوسط معظم المقالات سيزيد عن 2 دولاراً، خاصة مع وجود متابعين قويين أو مجرد عدد قليل من المقالات التي حققت نجاحاً كبيراً أو انتشاراً كبيراً. كل هذا رياضيات مثيرة للاهتمام للغاية. آمل أن تساعدك هذه البيانات المذكورة أعلاه في تكوين أهداف قابلة للقياس لكمية معينة من المقالات شهرياً ومتوسط مبلغ معين بالدولار لكل مقالة. من السهل تتبع نقطتي البيانات هاتين، لأن موقع ميديم يخبرنا بإجمالي مقالاتنا المنشورة. من السهل حساب متوسط المبلغ بالدولار لكل مقالة لدينا، لأنك تأخذ إجمالي المبلغ المكتسب في ذلك الشهر وتقسمه على إجمالي كمية المقالات لمعرفة متوسطك لكل مقالة. قد يساعدك تتبع هذه البيانات في الوصول إلى أهدافك أو البقاء متحمساً للوصول إلى النتائج المطلوبة. شكراً لكم جميعاً على مشاركتي في هذا الفيديو. تأكد من الاشتراك والنقر على مقاطع الفيديو المعروضة هنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو للارتقاء بحياتك.